السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج لمحة كيميائية للإجابة عن الأسئلة الطلابية. لمحة كيميائية هيجيب بإذن الله تعالى عن أسئلتكم. أكيد كل واحد فينا عنده سؤال في الكيمياء في سنة أولى، في سنة تانية، في سنة تالتة، إلا عنده سؤال في الثانوية العامة، في غيرها في أولى، في تانية، في نظام التابلت إزاي أحل السؤال ده إزاي ده. سيب يا ريت سؤالك في التعليقات. فلمحة كيميائية إن شاء الله هيكون في تواصل بيننا، كل سؤال هتسيبوه هنجيب عنه في حلقة قادمة. لمحة كيميائية للإجابة عن الأسئلة الطلابية.